مشاهدينا النهارده معاكم من منطقه امبابه. حلقتنا النهارده عن حاله انسانيه، حاله ميؤوس منها، حاله بأساويه. كلمني حد من اهالي امبابه، من الناس الجدعان، الشيخ فارس عبد الحليم. قال لي استاذ اسماعيل عندنا راجل قعيد عنده اكتر من 25 جلطه، مراته اتدينت دين لحد الاخره، لحد ما عمرها يخلص مش هتعرف تسده. الراجل ده المستشفيات مش عايز تقبله، حاجات كتير كتير، ضغوط كتير قوي 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 قوي. بنكلمها في التليفون ما اختصرت كل الهم اللي هي فيه وعيطت، دموعها ما كانتش عايزه تبطل. الحقني يا استاذ، ابوس ايدك يا استاذ، ولحظات مؤثره جدا. فاحنا جينا لها لحد هنا وهنعرض حاله ام محمد للمسؤول والاهل الخير. اذا كانت محتاجه حاجه من المسؤول هنتمنى انه يستجيب، اذا كانت عليها ديون وما شابه ذلك هنستنى اهل الخير وهنستنى المسؤول ايضا يكون ليه دور معانا. خليكم معانا، داخلين لام محمد دلوقتي بيتها. احنا هنا على سطح منزل، سقف خشب، و يعني على سطح منزل، على سطح. الحمد لله ان احنا الصيف دخل علينا، عشان طبعا في الشتاء المكان ده ما كانش هيبقى مناسب. خلينا نخش لام محمد. خليكم معانا. بنرحب بيك يا ام محمد. احكي لنا ايه الشكوى اللي عندك. شكوتي حضرتك محمود عامل عملية قلب مفتوح من ألف. ده جوز حضرتك صح؟ من 2014. كان شغال على عربية في الشركة. سواق يعني في شركة؟ سواق في الشركة. كانت الدنيا كويسة الحمد لله، كانت معانا وكان مكناش بنشتكي من حاجة. جات له جلطات، عمل عملية قلب مفتوح. بعد كده بقى حالته بقى تتدهور. بقى سنة كام الكلام؟ 2014. من 2014 14 هو عنده بدأت يعني فجأة الجلطات وفجأة كل الكلام ده؟ لا، كان جات له جلطة واحدة مثلا من 16 سنة، من 2012، من عمر محمد ابني، أو 2011 معلش 2011 جات له جلطة. بعديها ب 2014 جات له كام جلطة مرة واحدة. سبب ايه يعني لما روحت المستشفى قالوا لكم بسبب ايه؟ مش بسبب حاجة، هو تجلط شرايين. تجلط شرايين فجأة؟ كم جلطة؟ ايه؟ كتير، جات له جلطات كتير قوي، يعني بتاع 6 جلطات. وقرر ان هو يعمل عملية قلب مفتوح. ورحت المجلس الطبي، عملنا له اللي هو التقرير اللي تبع. رحت المجلس الطبي عملته قرار عن نفقة الدولة يعني؟ عملناها. بعد كده عمل عملية في 2014 في شهر 8، عدي دوره في شهر 8. عمل عملية، بدأ بقى يعني حالته تتدهور بقى، غلطات على طول على طول، غلطات في المخ. بتتدهور بعد العملية؟ لا مش بعد العملية على طول، يعني كل سنة بجلطات، كل سنة بجلطات، يعني من ساعة 2014 على طول جلطات مستمرة. 2019 جات له 6 جلطات في النخاع الشوكي بتاع المخ. بعد ما جاله جلطات في النخاع الشوكي قعد في غيبوبة سنتين ونص. غيبوبة كاملة سنتين ونص. كان ساعتها شغال، يعني كان لسه في ذمة الشركة، دخلوه لمكان مخصص للرعاية ودبسوني فيها ومشوا. دخلوه مستشفى خاصة يعني؟ اللي هي المفروض تبقى تبع تأمينه، مش أكيد كان متأمن عليه؟ مفيش، لا مكانش متأمن عليه أي حاجة خالص. فبعد كده احنا هنقف معاكي مش عارف ايه الكلام ده كله. في البداية دفعوا اول يوم، وبعد كده صابوه 15 يوم، العدد يعد 120,000 جنيه في مستشفى السلام اللي في ميدان الجيش. بدات القصه بقى من موضوع بقى كده من 2019 بقى بدات ايه يعني. الشركه ديت هي اللي هم اللي ودوه المستشفى ولا انت؟
لا هم اللي قالوا ودوه مش ما فيش اي مستشفى قبلته خالص، فراحوا دخلوه مستشفى اللي هي السلام دي وقالوا احنا هنقف معايا. هم اللي دخلوه ولا انت؟ هم انا ما كانش معايا يعني انا ادخله. دفع اول يوم، وبعد كده بقى لقيتهم ايه شلوا ايديهم انا هنساعدك احنا هنقف معاك احنا. اتابي هو بقى راحوا مطلعينه ان هو معاش مبكر، ما طلعوش بقى ان هو ايه تعبان مريض، ان هو عامل عملية قلب مفتوح وهم معاهم في الشركة، جات له الجلطات دي برضو وهو معاهم في الشركة. سابونا بقى لايسين ساعتها في الفترة دي، وفضلنا بقى يعني الحال بقى ايه كان الدنيا كويسة معانا الحمد لله رب العالمين. بدأت بقى الجلطات بقى تكتر بقى، قعد يعني سنتين ونص ما يعرفش حاجة في الدنيا خالص. في قلب المستشفى بقى ولا برا؟ لا انا ما كملتش 15 طيبة على نفسي مستشفى السلام اللي هي في ميدان الجيش. قلت لهم لا انا مش هقدر ادفع اكتر من كده. قالوا 120,000 جنيه. شو اليوم دول عملت ايه؟ عملت كرود، استلفت من ناس كتير قوي يعني، وطلعناه. بقيت بقى ايه متابعه انا مع دكاتره مخ واعصاب، هم خليني اكتب تقرير ان طلع تبعي يعني انا ايه على مسؤوليتك الشخصيه. طلع على مسؤوليتي كان المهم خدته. بعد كده بقيت انا اعالجه مع دكاترة مخ واعصاب، يقولي البيت اكشف له لان مكنش بيتحرك خالص. بعد كده فاق شوية، بقى يتعب بقى حكاية بقى القلب عنده بيتضخم بيعمل مية عريقة. بدأ بقى ايه نبزق له نشيل له عملية البزق ديت اللي هي بنشفط له مية، بزل مية من على الرئة، من على الرئة يتحجز شوية في معدة القلب. بس بعد ايه بعد ما نعمل شكوى والناس يقول لي سيبيه ويمشي، يعني ممكن نسيبه عشان يدخلوه ونعمل مع الشكل مع الدكاترة. معدة القلب اللي فين؟ اللي في الكتكات ولا اللي هو في في الكتكات؟ والاول يقول لنا روحوا يعني ايه مطحوني من هنا. المهم طبعا ما كنتش اعرف ان هو في ميه عريقه بسبب القلب لان انا ما اعرفش حاجه، فكنت اسيبه في الاستقبال واروح بس من ورا الامن، ان مش انا المدام بتاعته وكده، لغايه ما يعملوا شكوى ان هم يطلعوه. حتى الحاج فارس والناس اللي هم الناس اللي واقفين معايا حاليا هما اللي بيقولوا لي يعني هما اللي بيقولوا لي اعمل كذا واسيبه كده عشان يقبلوه عشان يدخلوه يعني هما كم مين بيرفض في المعهد نفسه؟ ايه مين اللي بيرفض في المعهد؟ الدكاتره تحت احنا الطوارئ يعني دكاتره الطوارئ مش راضيين اصلا. حضرتك ابني كان متجوز، كنا قاعدين مع بعض. انا دلوقتي ابني ما بشوفوش بسبب الديون وبسبب ان هو شغال، حتى مش عارف ان هو ولا يجيب علاج لابوه ولا عارف يصرف علينا ولا عارف حتى يقعد في مكان ان هو ينام فيه. هو كان متجوز عشان انتوا تقعدوا مع بعض كلكم، هو ومراته وحضرتك وابو محمد واخواته. طيب الموضوع فسابها عزاله. هي ما تعرفش من قبل ما يتجوز ان انتوا هتقعدوا مع بعض كلكم؟ كانت عارفة بس المشاكل بقى، المشاكل طبعا أب تعبان على طول وأنا خارجة من العمليات برضو. انت عملت عمليات انت كمان يا عم؟ وعاملة استئصال رحم وعاملة ورم في رجل وجالي السكر بقى والضغط. بالمنظر ده كده هو كده كويس؟ كده أقسم بالله كويس جدا جدا جدا، أقسم لك بالله كده كويس جدا، لأن أنا لسه جايبينه من المستشفى وفي ممرض جيد ده له زيكس وعلاجه كده يعني. اتبرع ان هو لما شافه بالمنظر ده جه جاب له تطوع يعني تطوع جاب له لان من كتر ما الناس بقت واقفه معانا خلاص بقى يعني يعني كتير قوي. هو بقى لو الازمه تصرفي منين دلوقتي يا محمد؟ تصرفي منين؟ انا ربنا العالمين بيا، اقسم لك بالله ربنا العالمين بيا. افهم. طب يعني بتقضي يومك ازاي؟ بتاكلي وتشربي ازاي؟ يعني بتبداي يومك كده ازاي؟ اي حاجه. احنا كنا الدنيا كانت كويسه معانا، دلوقتي
لو أقول لك الحمد لله رب العالمين، الحمد لله يعني كان معاه توك توك ومعاه تروسيكل والدنيا كانت مظبوطة الحمد لله. يعني جت كده تقفلت تقفيلة وحشة قوي، يعني وحشة لدرجة يعني مفيش، يعني عارف يعني مفيش. أنا ساعات ممكن أقضي يومي كله كده وهو كمان مفيش أي مصدر رزق. مفيش أكل؟ مفيش، لا مفيش شرب، مفيش أي حاجة بسبب الضغوط اللي حوالينا، وبسبب أني برضك يعني حتة صعبة أوي أني تبقى الواحد مبسوط وفجأة كده يعني كام سنة متدمرين، حياتنا متدمرة. السيد المحترم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، السيد وزير الصحة، أهل الخير من مسؤولين وغير مسؤولين، تبني الحالة دي في ميزان حسناتكم. دي أقصى حاجة أن أنا أقولها. هي قالت وأشادت بدور الجانب الطبي أن هم قاموا معاه باللازم، بس في الأول دلوقتي الناس ملت بقوا بيضطروا أن هم يسيبوا أبو محمد مرمي على كرسي أو مرمي على الأرض في استقبال معهد القلب اللي في منطقة الكتكات ويمشوا. ما خلاص ما عندهمش حل تاني، يلجأوا لمين؟ هي تفهم ايه؟ هي ما تفهمش حاجة. فاحنا خلصنا كل الكلام، خلصنا حاجات كتير جدا. الست دي عندها ديون، عندها رجل مريض، عندها ابن مشلول، عندها ابن تاني بيته مخروب بسبب الديون وبسبب الالتزامات، ما عندهاش سكن. تخيلوا ان دي عايشة ومش عايشة، هي ميتة على قيد الحياة من الاخر. شكرا.